الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآل بيته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الجمع والدين. ثم أما بعد، قال تعالى في محكم تنزيله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأزلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله غوي عزيز. أول حاجة يا أخواننا، الناس تعرف إنه أهم دعوة يدعو بها الإنسان هي دعوة التوحيد، لأنه دعوة التوحيد هي دعوة الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأي دعوة، أي دعوة الله رسل بها الرسل هي كانت دعوة التوحيد. أمسك من سيدنا نوح عليه السلام، مكث في قومه 1000 عام إلا 50، ليه؟ كان يدعو الناس إلى توحيد رب العزة. سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وعذب قومه، ليه؟ عشان توحيد رب العزة. سيدنا يوسف عليه السلام كان في غيابة السجن، ليه؟ لأنه كان يدعو إلى توحيد رب العزة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وسيد الأنبياء والمرسلين، وسيد بني آدم أجمعين، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لدعوة التوحيد. لما ضرب وشق له راسه، اتكى في الحيطة وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ده النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه يدعو الناس، كان يدعو الناس شنو؟ كان يدعو الناس لتوحيد رب العزة. أول حاجة دعالهم توحيد رب العزة. وقف لنا زوريش، قال لهم: لو جيت وقلت لكم ورا الجبل ده في جيش بتصدقوني؟ قالوا له: ما عهدنا عليك كذبا. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوك ناس مرضانين يجي يقول لك ده الكلام واحد وموضوعهم واحد، موضوعهم شنو النازل؟ قال لك يقول لك موضوعهم الصوفية. الصوفية أعرف إنه احنا تكلمنا في الصوفية، سأل زول شغال ده معناه بنتكلم في التوحيد، لأنه الصوفية ناقضوا توحيد رب العزة ودعوا الناس للشرك بالله عز وجل، ودعوا الناس للبدع والضلالات والخرافات. ده الناس كنت نخليهم الله بقينا زي اليهود لما الله مسخهم. ليه مسخهم؟ في القرآن الله ذكر قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ده منو؟ ده اليهود، ما كان منه عن المنكر. أزال أي ذول قل له أكبر منكر هو شنو؟ حيقول لك أكبر منكر هو الشرك بالله عز وجل. ده أكبر منكر، أكبر منكر هو الشرك بالله عز وجل. ديال نشروا الشرك ونشروا الضلال ونشروا البدع على حساب الدين، دي مشكلتهم معنا. والله لا عندنا مشكلة معهم في أرض، ولا عندنا مشكلة معهم في قروش ولا غيره، مشكلتنا معهم الدين. ديال نشروا الشرك بالله عز وجل. جاك البري، البري قال: تنادي غير الله عادي ما في حاجة. يا أخوانا النداء غير الله يجوز؟ نداء غير الله؟ الله قال عن الناس اللي بينادوا من دون الله عز وجل، الله قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ده كلام الرسول، ده كلام الله عز وجل. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. البرأي قال شنو؟ البرأي قال: إن ناب خطب في البلاد نزيلوا، يعني لو حصلت مصيبة في البلد، قال: قل يا ولي الله اسماعيل. ده اسكتوا خلوه، ده نسكت نخليه. البراي قال: في التلت ناديهم، قوم أصيح لهم، أبقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم أنادي منه. يا البراي، الله قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. هو خش الغبر داير يلحقوا، تقول لا الحقني، يمشي يتمسحوا له هناك، يتمسحوا ويتبركوا ويشيلوا رملة وميتوا وبركات أبويا الشيخ، هو داير زول يلحقوا، تقول لا الحقني وفزعنا. ده نشر الشرك بالله عز وجل. البراي قال: غير الله بيعلم الغيب. يا اخواننا، في ظل غير الله بيعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الا ذي هذا شنو يا صوفي؟ يقول لك والله ما اعرف، انت فاضي وما فاضي. فاضي من قال الشيخ بتكة، وقال الشيخ بفركة، وقال الشيخ المرغني، وقال الشيخ البرعي. الله قال والرسول قال، بقى ما فاضي لا ذاته. الا ذي هذا استثناء، وعارف هذا الاستثناء دي معناه شنو؟ يا اخي لو كان في زول بيعلم الغيب بجد كان سيد الاولياء والصالحين، وسيد الانبياء والمرسلين، وسيد بني ادم اجمعين، النبي عليه الصلاه والسلام كان مفروض يعلم الغيب، صح؟ ده سيد الاولياء والصالحين. الله قال عنه في القران بلسان حاله:
قال لي الرسول قال له قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يا أخي ده النبي عليه الصلاة والسلام ما بيعلم الغيب. يجيك البرعي يقول لك قوماك نزاور للأولياء الأخطاب، ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده نسكت نخليه؟ والله ما نخليه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، للناس ما للمسلمين المؤمنين، للناس كلها. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أكبر منكر ممكن ينهى عنه الشرك بالله عز وجل، ودير نشروا الشرك ونشروا البدع ونشروا الخرافات ونشروا الشرك بالله عز وجل. الناس قلت نخليهم. هناك المرغني أبوك الشيخ السيد علي المرغني، المرغني قال نظر له بتدخل الجنة عديل كده، أنا ما أريد ياتوا جنة. المرغني قال إن كنت في هم وكرب قال فقم وانده وقل يا مرغني أتيك بسرعة. تنده المرغني قال بيجيك طوالي. يا أخوانا في زول بيلحق غير الله، في زول بيجيب التايهة غير الله، في زول بينفع بدور غير الله، في زول. يا أخوانا قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ده سؤال لأي صوفي حائر درويش لا في صينية. الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، سؤال تعجيز للصوفي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ده كلام الله، الله عجزهم في القرآن عديل كده. ليه؟ عشان ما يكون للصوفية بعد حجة. يقول لك أبوك الشيخ بالحق وأبوك الشيخ بضر وأبوك الشيخ بدي جنة، كمان جابوا واحد بدي جنة عديل. البرعي قال، البرعي قال ولا ما قال؟ قال كباشي كم أدى ولد كم حل عقد في كل بلد، كباشي. قال كباشي بدي جنة. والقصة اللي حصلت المشهورة جابها في جرايد، ها المرة المشهد غيرية الكبابيش. الله الزول اللي زوجت والله قدر إنه شنو؟ إنه ما تلد. بدل تمشي لله الله، بدل تمشي لله الله، لأنه الله قال من يجيب المضطر إذا دعاه. ده اضطرار، دي حالة اضطرارية المفروض ترجع لله الله. مشت لأبوك الشيخ الكباشي في غرية الكبابيش. أبو الشيخ قالت له دارج أنا ما عندي جنة، كتب لها حجاب بتاع جنة، شالت الحجاب وتخارجت. الله قدر ما الكباشي يا صوفي يا بليد، الله قدر ما الكباشي، الله قدر إنه بعد 3 شهور المرة دي تحمل وتلد. الله قدر صح؟ بعد ما ولدت قال دارت فرتك الحجاب تقرأ فيه شنو؟ فرتقت الحجاب فرتك 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 لقت فيه ولدتي ولدتي ما ولدتي إن شاء الله ما تلدي ذاته. ماذا تجينا الصوفية تقال دينا وشنو؟ دينا كله له ولعب ورقيص وغنى وسجم رمات وكذب على الأمة الإسلامية بحساب الإسلام. لكن وين؟ وإنا لكم لمن مرصد. شفت ازاي دال؟ دال تكشف عن زيهم في أي حتة، والله دال تزلهم. شفت الزول اللي بكابر على الحق ده؟ الله قال إن الذين يحادون الله ورسوله قال أولئك في الأزلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ده كلام الله. تتزل في الدنيا دي قبل الآخرة، تتزل هنا وتمشي يوم القيامة وإنت قال بيحصل شنو يوم القيامة؟ شيوخك المبارين ديل بتبروا منك بس، بيحصل شنو؟ إنت قال، إنت قال لهم ديل هنا إنت مبارم على ضلال، إنت لو مبارم على حق ماله مبارم على ضلال، وش يتبروا منك يوم القيامة؟ تمشي يوم القيامة. الله قال استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بتبروا منك، عشان كده انت أي زول جاك تقول لك دين الله قال الرسول قال، قال لك تقعت نادي الكباش يقول لك دليل شنو؟ في دليل حقود حق راسه يقول لك لا أبويا الشيخ قال. يا ولد أبويا الشيخ شنو؟ نحن مبارين شنو؟ نحن مبارين الدليل، مبارين الله قال والرسول قال. لأنه الله قال شنو؟ قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى منو؟ لأبوك الشيخ. قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ده كلام الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها سواء ولا يزيغ عنها إلا هالك. هي شنو؟ قال تركت فيكم أمرين، قال ما إن تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما قال لن تضلوا بعدي أبدا. كلام أبوك الشيخ البرعي. قال كتاب الله وسنتي. أي زول جاء داري ينظر لك في الدين تقول له جيب دليلك، النظريات دي هنا بتنفع معنا. وقال ما عندهم دليل، دليلهم شنو؟ في دليل أنك تنادي غير الله. يا أخي الله قال دعوني أستجب لكم، تنادي غير الله يا أخي، تنادي غير الله، ترجع لزول دون الله. زول الله قال عنهم عن الأولياء ذاته خليك من أولياء الشيطان، على أولياء الرحمن الله قال أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
يجي ينفعك يضرك انت؟ ما بيضرك ولا بينفعك، اللي بيضرك الله، الضار الله والنافع الله، لانه الله قال اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وانا اكتفي بهذا القدر.